معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني. مرحبا بك دكتورة فاطمة. إذا نزوح ل28,000 مواطن غالبيتهم من مدينة الموصل إلى كردستان، كيف تفسرين هذا النزوح الكبير النازحين بعد عودتهم مرة أخرى إلى ديارهم؟ يعني هذا النزوح الذي يحصل الان بسرعه سيئه المدن التي الحكومه العراقيه تم تحريرها الى مخيمات النزوح مره ثانيه، يعني من وراء اقتصاد كثيره وواضحه لكل من يتابعون هذا الموضوع. يعني هذه المناطق عانت من دمار شامل شمل كافه القطاعات هذه المحافظه، ولحد الان لم تبذر اي بوادر لاعاده اعمار هذه المناطق من اجل ان يعود اهلها الى منازلهم، لم يتم ازاله الانقاض، لم يتم ازاله المتفجرات، لم يتم يعني ارجاع الخدمات التي تؤمن المواطنين الشروط الاساسيه للحياه من ماء وكهرباء وصحه وتعليم وهذه المتطلبات الاساسيه، ايضا بالاضافه الى ذلك الفساد المستشري وعدم يعني مباشره اي مشاريع خدميه من اجل ان تضمن عوده ان تبقوا هؤلاء النازحون في منازلهم، ايضا البطاله لا يوجد اي فرص عمل يؤمن من خلالها هؤلاء المواطنون حياتهم وحياة أبنائهم من أجل أن يضمنوا يعني رجوعهم المدارس وأيضا تأمين حتى الإيجار في المنازل، أيضا هذا لم يتوفر لحد الآن مما أدى إلى نزوح عكسي لهؤلاء المواطنين إلى مخيمات الفقر التي هي أصلا تعاني من أوضاع سيئة. نعم. هل تعتقدين دكتورة فاطمة أن هذه الفوضى الأمنية كانت مقصودة وممنهجة، وما الهدف منها لا سيما في مناطق الأقليات والمناطق التي شهدت أعمالا عسكرية أخيرا كالموصل؟ نعم، يعني الفوضى الأمنية هي واحدة من أهم الأسباب التي يعني أدت إلى عدم رجوع المواطنين إلى منازلهم أو حتى رجعوا عادوا إلى الفتوح مرة ثانية ورجوع إلى المخيمات. هناك تعمد في إثارة هذه الفوضى الأمنية، لا ننسى أن العمليات العسكرية ضد هذه المناطق كانت منذ البداية اشتركت فيها أطراف تحاول الاستحواذ على هذه المدن التي يدعون تحريرها وتقسيمها بين أطراف عديدة. هناك مناطق المتنازع عليها، هناك بعض الأحزاب مثل بيكاكا وغيرها تدعي أن السنجار تعود لهم، هناك الميليشيات لها أهداف تغيير ديموغرافي هذه المناطق من أجل أن تسيطر على هذه المناطق وأن تنفذ أهداف إيران التي يعني هذه الميليشيات من المعروف أنها تدين بالولاء إلى إيران. يعني كل هذه بالإضافة إلى الحكومة العراقية التي إثارة الفوضى الأمنية في هذه المناطق هي تدخل في صميم أهدافها، لأنها سوف تضمن أن تبقى هذه المناطق ضعيفة وخاضعة لسيطرتها من أجل أن لا تعود هناك أي قوة وطنية ترفض ما تقوم به الحكومة. نعم. إذا كانت هذه الفوضى الأمنية أحد الأسباب، السؤال لماذا لم تعمر الحكومة في بغداد تلك المدن لكي يعني يتمكن النازحون من العودة إلى مناطقهم؟ يعني هذا السؤال يعني يعود إلى السؤال الأصلي، أين هي الأموال المخصصة لإعادة إعمار هذه المدن؟ أولا لم تقدم الحكومة أي ميزانيات محترمة لأجل إعادة هذه إعادة إعمار هذه المناطق المدمرة. يعني الميزانية المعروفة في العراق ميزانية مليارية 100 مليون دولار فما فوق، إذا أين هذه تذهب هذه الأموال؟ هناك الفاسدون الذين يعني يستغلون مثل هذه الفرص من اجل ان يستحوذوا على هذه الاموال ويحولها الى بنوك يعني حساباتهم ومصالحهم الشخصيه. هناك ايضا دول اقليميه لا تريد ان يتم اعمار هذه المناطق وتريد ان تستثمر في هذه المناطق من اجل ان تفك مشاكلها وازماتها الاقتصاديه، كما الحال مع ايران التي تحاول عن طريق
يعني المتنفذون في الذين يدينون بالولاء لإيران، زعماء الميليشيات وغيرهم وزعماء الأحزاب، هؤلاء كلهم يحاولون أن يعني تستفيد إيران من خلال الاستحواذ على المشاريع التي هي يقولون بين قوسين إنها لأجل إعادة هذه الإعمار هذه المناطق، ولكن في الحقيقة هي ليست لإعادة هذا الإعمار. الكل هذا الذي يحدث في هذه المناطق يصب في مصلحة الحكومة، لأنها يعني تستفيد من ضعف وعدم رجوع أبناء هذه المناطق إلى مناطقهم من أجل أن لا يكون هناك صوت معارض للحكومة، وأيضا هناك تغيير ديموغرافي يعني هو من ضمن أهداف إيران وأمريكا في المنطقة. نعم، شكرا جزيلا لك عبر سكاب من لندن، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني.